اليوم برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسالة تنظم هذه الندوة اللي غيتم فيها تقييم الحصيلة العشرية الأخيرة فيما يخص القوانين التنظيمية الخاصة بالجامعات الترابية بمختلف مستوياتها. غنحاولوا اليوم نعرضوا الحصيلة ديال هذا التمرين الديمقراطي من أجل ديال اللي فيه تنزيل ديال القوانين التنظيمية، وكذلك نطلعوا لهذه المؤسسة الجامعية على العمل اللي كتقوم به الأحزاب السياسية والمنتخبين فيما يخص كريس ديال اللامركزية ولا التمركز الإداري. هو برنامج اللي هو الحمد لله يمكن تقييمه إيجابا في هذه العشرية الأخيرة، مجموعة من المحطات اللي كتبين على أنه اليوم المؤسسات المنتخبة تقوم بدورها الدور المنوط بها، وكذلك نطلعوا رأي العام على أنه اليوم في إطار تنزيل ديال هذه الورش ديال الجهوية الموسعة اللي كيتكلم عليها صاحب الجلالة في مختلف الخطب ديالو، على أنه هذه الجهوية ولا التمركز الإداري هم المفتاح من أجل الإجابة على مجموعة من التساؤلات اللي كيطرحها المجتمع، مجموعة من الإشكالات وكانت الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. اليوم نحن في هذه الكلية العتيدة ننظم ندوة وطنية في موضوع القوانين التنظيمية للجامعات الترابية. سنتناول في هذه الندوة قراءة لحصيلة ما يقارب عقد من دخول هذه القوانين التنظيمية حيز التنفيذ. في الحقيقة أن هذه القوانين أتت بمكتسبات كثيرة جدا بالمقارنة مع الترسانة القانونية التي كانت تنظم الجامعات الترابية فيما سبق، بحيث أنها دعمت الاختصاصات التقريرية لمجالس الجامعات الترابية وللرؤساء، وذلك في إطار ورش الجهوية المتقدمة الذي أعلن عنه جلالة الملك نصره محمد السادس نصره الله. إذن بهذه المناسبة نجتمع اليوم مع تلة من الأساتذة المتخصصين في المجال الإداري والدستوري أيضا لنناقش ولنتبادل الأفكار والآراء حول ما حققته هذه القوانين التنظيمية بعد تقريبا عقد من دخول القوانين التنظيمية حيز التنفيذ. إذن هذه القوانين بلا شك هي مكسب كبير للمملكة المغربية، وحققت الكثير من الإنجازات المهمة لفائدة الجامعات الترابية. موضوع مداخلتي في هذه الندوة الوطنية المتعلقة بقراءة في القوانين التنظيمية للجامعات الترابية، عنوان مداخلتي تتعلق بقراءة في المقتضيات القانونية المتعلقة بالوظائف العليا بالجامعات الترابية. في هذه المداخلة حاولت أن أعالج مجموعة من المحاور. المحور الأول يتعلق بماهية الوظائف العليا بالجامعات الترابية، وتتمثل هذه الوظائف العليا بالجامعات الترابية بالنسبة للجهة وبالنسبة للعمل والإقليم وبالنسبة للجامعة في المديرية العامة للمصالح، في مدير شؤون الرئاسة والمجلس، في المكلف مهمة ورئيس قسم ورئيس مصلحة، ويعني بالإضافة إلى الوظائف الأخرى. وعالجت في المحور الثاني المهام التي تقوم بها هذه أو المسؤولين عن هذه الوظائف العليا، وتتمثل في مساعدة رئيس أو رؤساء هذه المجالس في اختصاصاتهم، وكذلك في إعداد مشاريع التنمية داخل الجهة، وكذلك في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتنمية الجهوية، هذا بالإضافة إلى اختصاصات أخرى. وفي المحور الثالث عالجت الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية للمقتضيات القانونية المتعلقة بالقوانين التنظيمية التي تخص
يخص وظائف الجماعات الترابية، وهذه الجوانب السلبية تختزل في الجانب الأول والذي يتعلق بكون أن القوانين التنظيمية أتت بمجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة والمهمة والتي لم تكن أو لم تتوفر عليها أو لم تنص عليها القوانين التي كانت تنظم الجماعات المحلية. أتي هذا اللقاء بعد مرور 10 سنوات على إصدار القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، هو لقاء أولا للوقوف عند الحصيلة الأولية خلال هاته العشرية، وثانيا هو لقاء كذلك لتدارس هاته القوانين التنظيمية التي لا محالة تستجيب للعديد من المتطلبات، وتستجيب كذلك لتنزيل الديمقراطية المجالية ولتحقيق أكبر للديمقراطية التشاركية، وكذلك بهدف تحقيق التنمية. أكيد بأنها لحظة للوقوف عند الإيجابيات، ولكن في نفس الوقت لحظة للوقوف عند كل ما يمكن أن يكون شابه هذا التنزيل من نواقص حتى يتم تجاوزها، وحتى يمكن للجماعات الترابية أن تلعب دورا في يعني أفق بناء المغرب الذي يطمح جلالة الملك إلى أن يعيش به شعبه، وهو يعني بلد يحظى بتنمية مستدامة ويحظى كذلك بديمقراطية تشاركية محلية ووطنية تخدم مصلحة المواطن والوطن.